وليت لنا مرة ثانية، مرحبا بكم في الفقرة الثانية من طال الحابط. اليوم رانا ليلة الجمعة، نرحب بكم بالرقم السحري هوبا 3801 في قناة النهار. يا جماعة الخير، هذا هو احنا البرنامج طال الحابط اللي يخدم خدمة زينة نطلعوه، يخدم خدمة شينة نهبطوه، يعاود يريقلها نطلعوه، يعاود يعميها نهبطوه. هذه هي، احنا برنامج بسيط، احنا ما نحاسبوا واحد، ما عندنا صلاحيات، ما نأذوا واحد، ما نحاكموا واحد، ما والو. برنامج بسيط في الجزائر، الشيخ النووي في قناة النهار، كي نشوفوا حاجة معوجة ولا مكربصة نبينوها للسلطات والسلطات تتدخل، ورانا في بلادنا هذه هي وهذا هو والربعين عليه. حمزة راك معايا؟ وين نروحوا دركا؟ أوه قال لي حمزة مازال بليدة، واش عندنا البليدة؟ السيد الوالي، السيد الوالي دار واحد الديكلاراسيو زينة. أمور الديكلاراسيو قضية مهمة يا السيد الوالي، قضية مهمة جدا جدا. القضية قا راهي هنا، ماهيش نافورة، قضية راهي هنا وماهيش سطاد، قضية كبيرة كبيرة. سيد الوالي تبعني مليح، هيا اطلق اطلق حمزة اطلق. الولاية وبلدية بوعرفة، احنا مع الاستثمار والدعم نتاعو والمرافقة نتاعو، ولكن يا للأسف ما تكونش على حساب المواطن البسيط من أجل نسب ملكيته بالدينار الرمزي. عبس عبس، هنايا قضية تاع السكان تاع البليدة اداو لهم الأراضي تاعهم في إطار ماشي الاستثمار، في إطار المنفعة العامة، يبنوا مشاريع الدولة، تبني مشاريع، ادات الأراضي تاع المواطنين وعوضت لهم. المواطنين تلاقوا مع السيد الوالي يوسف شرفة وطرحوا ليه القضية، نسمعوا واش قالوا المواطنين، نسمعوا واش قال الوالي، ونسمعوا واش راح يوريكم النووي. يلا ونعرفوا السوق العقار راهو هنا في بلدية بوعرفة على البرامج تاع الدولة تاع 2017 راهو 1,500,000 للمتر، صحيت، وراهو في السوق العقار 300 للعار، مليون للعار للعار. وحنا باه ينحونا ارضنا اللي راهي هي رزق معيشة. انا كنت في اداري واليوم راني عايش في بلادي، اذا كان ينحيوا لي بلادي ويعطوني دينار رمزي ما عنديش حتى باه ناكل. سيدي الوالي، انت ولي الشعب، ولي مؤسسات الدولة، ديرنا حل، ديرنا لقاء المجتمع المدني ونفهموا بعضنا بعض ونخرجوا إن شاء الله بنتيجة نتيجة إيجابية للجميع. قابلية التنازل تاع نزع الملكية تاع هذه الأراضي في 170 قطاع، احنا رانا مئات العائلات، رانا آلاف الأشخاص. هنا المواطنين طرحوا عليه المشكلة، نسمعوا الوالي وش يقول، وكي كمل الوالي نروحوا لواحد القضية زينة. حالة 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 حالة، أي روح. أولا نزع الملكية موش قرار خاص إلى ولاية بليدة، نزع الملكية دير فيها الدولة باه تعمر البلاد باه تبني. لو كان ما درناش نزع الملكية كان يكون عندنا سدود في الجزائر؟ ما عندناش، كنت شرب اليوم. لو كان ما درناش نزع الملكية خليه يهضر لو كان ما درناش نزع الملكية كنا نديروا الطريق السيار؟ لا لا. لو كان ما درناش نزع الملكية نديروا القطار؟ ما نديروش قطار. لو كان ما درناش نزع الملكية نعمروا البلاد؟ ما نعمروش. إذا هذا موش قرار، هذا قرار كاين هنا وكاين في أي بلد في العالم. تطعن أمام العدالة، المحكمة الإدارية تحكم القرار اللي يخرج من عندنا، أنا ملزم به وأنت ثان كمواطن تلتزم به. ها هي كي كاين عدالة تفصل بيننا، كاين عدالة، أنا نعهدك كل ما يصدر من عدالة أنا ملزم به ونطبقه، ما نعلقه ما نعلق عليه ما نحلو ما صحيت. مسيو الوالي صحيت، كفيت ووفيت. حنا نتمنى لك التوفيق كاع وانت والولاة تاع الجمهورية، جميع اللي عنده نية صافية وصادقة يخدم البلاد، حنا رانا معاكم نعاونوكم وندعموكم ورانا معاكم وننبهوكم، رانا خاوة في بلادنا عادي. هنا سيد الوالي راك عاجبني سوا سوا، جيت للبليدة، البليدة محتاجة والي دقداق، ان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله يوقفوا معاك ناس البليدة. صح، كاينه واحد القضية كبيرة في البليدة يا سيد الوالي، التراب تاع العقار تاع الاستثمار داوه جماعة وراهم حاطينه للبيع وراهم راقدين عليه وضاربين عليه النح، ماذا بك تتحرك له يا سيد الوالي؟ هذا التراب، هذا الناس اللي تستثمر وتجي تخدم وتجي اليد العاملة والشغل مرحبا، اما الناس اللي تدي التراب
تاع فلان وبعثوا فلتان وقال لك فلان ما يخدم اول ويدير عليه السور. لا لا ماذا بيك تتحرك سيد الوالي ورانا معاك سيد الوالي. يلا بين له حمزه هاي لك سيد الوالي. ها اقلع النووي اقلع النووي اقلع. شوف سيد الوالي شوف هذه الطروبات هذه العقارات اللي داوهم الجماعه داوهم الجماعه قال لك بالاستثمار وداروا عليه الاسوار وحرمونا من الدينار وحرمونا من الدولار وقعدت هامله هامله الحياه يا سيد الوالي. ماذا بيك يا سيدي؟ هذا الناس قال يا جماعه اخدموا ربي يعاونكم خدموا لنا الشباب الدوله عطات لكم التراب باش تخدموا الى تخدموا صحه الى ما تخدموش ربي يسهل على كل واحد. احنا البلاد حنايا راهي باقيت لنا 80 مليار دولار تاع الدولار وراه راح يخلص الدولار والدينار وماذا بينا العقار نخدموه باه نخدموا الشباب ونخدموا يا جماعه الخير. يا سيد الوالي ماشي غير انت الولاد كاع الناس اللي راهي ماديه التراب والعقار هذيك تاع فلان وفلتان غير ساوها ردوا التراب لمواليه مدوا التراب للناس اللي تخدم يا عباد الله. الجزائر فيها رجال عندهم الدراهم ما يحتاجوش الدراهم تاع الدوله قال لك اعطونا وحاسبونا اعطونا. ما سيدي واحد مادي لي 15 قطارات دير لي بها زوج حواد واحد دير لي 10 قطارات دير لي بها فياج تاع حرمل واحد داير 5 قطارات دير لي فيها براكه راشيه ويحطوا فيه للبيع من تحت الطابله ومن فوق الطابله. اما لا جماعه الخير ماذا بكم والقوانين تاع الجمهوريه والمراسم اللي راهي تجي من عند العلا للدوله ماذا بكم تطبق؟ التراب اللي يخدم مرحبا به واللي ما يخدمش ربي يسهل عليه. عاودوا لي ليا اقلع حمزه وعاود دير هذوك الفيشه تاع اللي طالعين هابطين.